السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. سلام الله عليكم اخواني متابعي قناة دروس تقنية المعلومات، مرحبا بكم، سعيد جدا بلقائكم والتواصل معكم في هذه الحلقة الجديدة التي تأتي دائما بتعاون مع موقع دروس تعليمية على شبكة الانترنت، الموقع الاداري والتربوي المعروف. في هذه الحلقة سأتقاسم معكم طريقة تحويل معدلات او النقاط التي حصل عليها تلامذة المؤسسة او تلامذة القسم، تحويلها الى مبيانات شارحة وموضحة للنسب، وتعطيك إمكانية اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة. طبعا سنتجه مباشرة إلى هذه الورقة من أو ملف الإكسل، وهي مستخرجة طبعا من ومطبوع معدلات تلاميذ قسم معين بالمرحلة الإعدادية. طبعا هنا تجدون مجموعة من المواد، قمت بالتعتيم طبعا على الأسماء حفاظا على الحقوق الشخصية، ثم هنا مجموعة من المعدلات محصل عليها في كل مادة على حدة، وهنا المعدل العام المحصل عليه من طرف كل تلميذ. سنشتغل على المعدل العام، وهي نفس الطريقة إذا أردت أن تحصل على مبيانات تهم هذه المواد كل على حدة. إذا سنتجه إلى اليمين قليلا، إذا الآن سأقوم بإنشاء أحد جدول في هذا المكان، أضع فيه هذه المعدلات في على شكل جدول. إذا سأتجه إلى هذا المكان وأقوم بالضغط على توت لي بوردير، سأقوم بدمج بعض الخلايا مع أخرى حتى أحصل على الجدول بطريقة منسقة بشكل جيد. إذا الآن سأقوم بإعطاء هنا لون مختلف، مثلا هذا اللون وهذه الكتابة، سنكتب هنا الناجحون ثم هنا الراسبون. جيد، سأقوم بتنسيق الخط حتى يكون واضح بشكل جيد هكذا. إذن هنا يجب أن نضع معادلة تمكننا من معرفة ما عدد أولئك الذين حصلوا على 10 فما فوق، باعتبار أن 10 هو معدل النجاح. في هذه القائمة الطويلة من معدلات محصل عليها من طرف تلاميذ هذا القسم، نريد أن نعرف كم هم أولئك الذين حصلوا على 10 فما فوق. إذن نكتب هنا تساوي هكذا، ثم نختار معادلة NBC نكتب NB هكذا فتظهر هذه القائمة، نختار منها NB.C. إذن يقول لنا يجب اختيار البلاج أو المكان الذي تتواجد به المعدلات، وهو هذا المكان طبعا، نقوم باختياره هكذا، ثم نعود إلى المعادلة. إذن هنا فاصلة نقطة، ثم سنضع الكريتير أو الشيء المبحوث عنه، نريد أن نبحث عن أولئك الذين حصلوا على 10 فما فوق. نقوم بالضغط على علامتي الاقتباس الموجودة في أعلى مفتاح أزرار الكمبيوتر، ثم نختار أكبر من أو تساوي 10، ثم نغلق علامتي الاقتباس ثم نغلق القوس. إذن بالضغط على أونتخي لاحظوا أعطانا 18 عفوا، بمعنى أن عدد أولئك الذين حصلوا على 10 فما فوق حصلوا على المعدل في هذه الدورة في هذا القسم طبعا هم 18 فردا، العدد الإجمالي طبعا للأفراد أكثر من 18 ولا شك. الآن نريد أن نضع هنا معادلة تمكننا من حساب من حصلوا على أقل من 10، بمعنى الراسبون في الامتحان أو في هذه الدورة. إذا نكتب تساوي NB كذلك NBC، دائما نفس المعادلة، نختار البلاج أو المكان الذي تتواجد به هذه المعدلات من حيث تستقي المعادلة مصادرها، ثم فاصلة نقطة، ثم هذه المرة نريد ما هو أقل من 10، بمعنى نضغط على أصغر من 10. إذا لابد من علامة الاقتباس قبل وبعد، ثم هنا بعد، ثم نغلق القوس ثم نضغط أنتر. إذا من حصلوا على المعدل هم 18 فردا من بين تلاميذ هذا القسم البالغ مجموعهم 34، في حين أن الراسبون هم 16. نريد تحويل هذا الجدول الصغير إلى مبيان، إذا سأقوم بالتعليم عليها هكذا وأتجه إلى Insertion ثم Graphic Recommended وأختار أحد هذه الأعمدة، سأختار هذه الثانية ثم أضغط OK. إذا حصلت على هذا المبيان الذي يوضح نسبة الراسبين بالمقابلة مقابل الناجحين. طبعا يمكن تغيير شكل هذا المبيان من خلال هذه النافذة، لاحظوا كلما مررت المؤشر على إحدى هذه المبيانات هناك المزيد هنا في الأسفل، تغير المعطيات، أختار مثلا هذا. الآن نريد أن نقوم بتفييء
هذه المعدلات أو أصحاب هذه المعدلات، بمعنى نريد أن نعرف كم هم أولئك الذين حصلوا على 10 من 10 إلى 14 أو إلى 12، ثم من 12 إلى 14 أو 14 إلى، إذن يتم حسب التقدير الخاص بالأستاذ أو الحارس العام أو الشخص الذي يقوم بعملية استثمار نقاط محصل عليها في المعدلات. الآن سأنشئ هنا جدولا صغيرا هكذا، لنقول لنختار 8 خلايا هكذا، وأذهب إلى إنشاء جدول. الآن هنا سنضع من حصل على المعدل من 10 إلى 12، من 10 إلى 12، هذه الكاتيجوري الأولى أو الفئة الأولى. ثم لنقول من حصل على من 12 إلى 16، جيد، ثم من 16 إلى 18، ثم هنا فوق 18، أكثر من 18، جيد. الآن سأقوم بتنسيق هذا الجدول بنفس الطريقة السابقة وزيادة حجم الكتابة قليلا. الآن هنا يجب أن نضع معادلة تمكننا من معرفة عدد من أولئك الذين حصلوا من 10 على معدل من 10 إلى 12. طبعا يجب التفريق بين 12 الموجودة هنا و 12 الموجودة في الفئة الثانية، وذلك بتغيير 12 هنا إلى 11.99، سيكون الأمر أفضل. هنا كذلك 16 سنجعلها 15.99، جيد، ثم هنا 18 سنجعلها 17.99. إذا الآن نريد أن نحصل من في هذه الخانة على، أو نضع معادلة في هذه الخانة نخلص من خلالها إلى عدد أولئك الذين حصلوا على معدل بين 10 و 12. إذا نكتب هنا تساوي هكذا، ونكتب NBC، نختار المعادلة، ثم نختار بلاج أو العمود الذي يحتوي على المعدلات، جيد، فاصلة نقطة هكذا. هنا نكتب الكريتير، وهو أولا بين علامتي اقتباس، نكتب أكبر من، عفوا فقط واحدة، أكبر من أو تساوي 10، إذن هذا هو الشرط الأول، نغلق علامة الاقتباس ونغلق القوس، ثم ناقص سنستثني منها، إذا ضغطنا الآن أونتخي سنحصل على كل، على عدد كل من حصل على أكثر من 10، لا، نحن نريد فقط من حصل على بين 10 و 12، إذن سنستثني منها معادلة ثانية NBC البلاج، سنختار البلاج أو العمود الذي به المعدلات، ثم فاصلة نقطة هكذا، ثم الآن سنستثني بين علامتي اقتباس دائما الحاصلين على أكثر من 12، إذا نكتب أكبر من، عفوا أكبر من هكذا 11.99، نغلق علامة الاقتباس، نغلق القوس، نضغط أنتري، إذا هم 9 أشخاص. الآن نريد أن نعرف كم هم أولئك الذين حصلوا ما بين 12 إلى 15.99، نكتب تساوي. إذن هم أيضا 9 أشخاص. إذن نجرب من حصلوا ما بين 16 إلى 18، دائما تساوي NB. إذن ليس هناك أي شخص حصل على هذا من 16 إلى 18، وبالأحرى هنا طبعا سنجد أن من حصل على 18 فما فوق، سنضع هنا المعادلة لنرى إن كان هناك أي شخص حصل على أكثر من 18 من بين تلامذة هذا القسم، إذا نضغط تساوي.
أنتخي لا أحد، إذن لا أحد حصل على 18. الآن نريد أن نتأكد من هذه النتائج. الحاصلين على بين 10 إلى 12 هم 9. سنبدأ بالبحث على بين 10 إلى 12. إذن هنا لدينا الأول، سنعطيه مثلا لونا مميزا هكذا، ثم الثاني، لا هذا حصل على أكثر من 12، هذا كذلك، ثم هذا تلميذ، ثم هذا التلميذ، ثم هذا التلميذ، ثم نقوم بحساب العدد الإجمالي بشكل يدوي لنتأكد أن تلك المعلومات كانت صحيحة. إذن هؤلاء هم الحاصلون على ما بين 10 و12. إذن نقوم بحسبتهم: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذن العدد صحيح، وبالأحرى ستكون الأعداد الأخرى يقينا ستكون صحيحة. الآن نريد تحويل هذا الجدول إلى مبيان شبيه بهذا، إذا نقوم بالتعليم عليه، نتجه إلى انسيرسيون، ثم نختار إحدى هذه المبيانات، نضغط، نختار هذا المبيان الأول مثلا، نغير شكل، لا نختار الثاني، نختار الأول، ثم نضغط هكذا فنحصل على المبيان هنا أسفل. جيد، إذا يظهر لنا عدد أولئك الحاصلين على بين 10 إلى 12، وهم هو نفس العدد. هنا كذلك نفس العدد بالنسبة للفئة الثالثة والفئة الرابعة. طبعا يمكن تغيير، عفوا، يمكن تغيير هذا العنوان وجعله باللغة العربية مثلا. جيد، الآن حصلنا على ما نبحث عنه. طبعا هذه الأدوات الموجودة هنا يمكن، أو هذه المبيان، هذا الجدول والمبيان يمكن تحويلها إلى البي دي إف. يمكن مثلا وضع عنوان لهذا العمل، نقوم بدمج هذه الخلايا مع بعضها، نختار من هنا بورديو اكستيريور، طبعا التنسيق يعود لكم، نكتب هنا مثلا استثمار المعدلات او النتائج بالاحرى هكذا، نقوم بتنسيق هذه الخلية مرة اخرى وبنفس الطريقة. أو نعطيها مثلا لونا مختلفا نوعا ما، كتابة هكذا. إذن نقوم بتحويل، سنقوم باختيار المجال الذي توجد به هذا الجداول وهذه المبيانات، نقوم بالتعليم عليها، ونتجه إلى فيشي، ثم امبريمي، ثم هنا نضغط بدل امبريمي، نضغط امبريمي لا سيليكسيون، من بين هذه الخيارات نختار الخيار الاخير امبريمي لا سيليكسيون فقط حتى تظهر النتائج التي وضعناها، ثم هنا نختار ميزون باج ونختار اجيستي 1 في 1، ثم اوكي حتى تظهر هنا جميع تلك النتائج. لاحظوا، إذن نقوم هنا بالضغط باختيار في الطابعة، نقوم باختيار الـ PDF. أنا لدي قارئ الـ PDF المسمى فوكتي فانتوم PDF برينتر، نقوم باختياره أو أي قارئ للـ PDF موجود على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ونضغط امبريمي. طبعا نحن لن نقوم بطباعتها ولكن تحويلها إلى PDF، نختار سطح المكتب ثم انرجستر. يقول أن نفس الاسم موجود، نقوم بتغييره إلى لا مشكلة. إذا الآن ننزل هذه إلى الأسفل، ثم نذهب إلى بي دي إف الذي تم إنتاجه. إذا هذا هو البي دي إف. يمكن طبعا استغلال هذه الورقة أو طباعتها بالألوان ووضعها على السبورة المرجعية أو بين الوثائق الخاصة بالأستاذ أو بالسيد المكلف باستثمار نتائج تلاميذ المؤسسة. إذا كان ذلك أيها الإخوة هو كل ما أحببت أن أتقاسم معكم في هذه الحلقة، أرجو أن يكون ذلك مفيدا لكم أو لبعضكم على الأقل. إذا ما وجدته كذلك لا تبخل بالضغط على اللايك أو جيمس في الفيديو وتقاسم الحلقة مع الأصدقاء والزملاء حتى تعم الفائدة ويستفيد الجميع. شكرا لبقائك معنا إلى هذه اللحظة، ونضرب لك موعدا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.